وقفتوا هذا الماتش، ما وقفتوا الطريقه اللي شوف النهار هذاك هو الامانه الماتش هذاك ما حب مشي واحد مشيت لون راهو اللي ريناه شيء يشبه للكذب. هذيك الوحيده عمري ما ريتها، راهو كرهبت تاع الاسعاف فيها بربوات، راهو كجماعي ربي يعاون وربي يخف عليه تو عنده مشاكل تاع انا تاع شيكات تاع جمعيه، راهو جايب بربوات، راهو جيل ملازم قولوا راهم يسبوا فيك يسبوه هو معاك. جماعي قصرنا في الباب في الميتون، قول لي ايش بيكم انا ما ناخذش حقي لبرا وانتم هنا تحبوا تعطيوا حق العباد. خفت نخاف عشان نخاف ربي، خاطر الهدف نتاع ملعب الجيبسي كان مشكوك فيه شويه، كان فما مخالفه على حمدي الكسراوي. لا 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 حمدي الكسراوي خرج عمل انترفيو خاطر وقتها هو غلطه منه، هو ما كانش فما مخالفه على حمدي الكسراوي، ما ثم حتى مخالفه، هو خارج بالغلط. اسمع عادي اي حكم يخاف، لا ما خفتش انا وتعرف علاش ما خفتش، خاطر نعرف ندخل ونعرف نخرج. يعني وقتاش مات سي اس اس هربوا، هو مشى يهز في الكوره وجوار دزو جوار طاح هو ضربوا بمشت هربوا كل قالوا مش يضربون هما قاوم جنتي والناس، واني لقيتهم جنتي والناس باش ما نكذبش عليك. ماكش محبوب عند صفاق سير؟ لا لا لاباس، خاطر جانا برشا تساؤلات في مقابلة بلاي اوف مع الكلوب 2013 ضربة جزاء خيالية كانت للفريق. انت قلت انا وقت عيطوا لجنة المتابعة وشفناها قلت لهم وريني وريني ضربة جزاء مش صحيحة، طب قال لي مش واضحة بالنسبة لي، واضحة اني قريب انت ما شفتهاش في التلفزة، اني شفتها في وسط الماتش الدزة موجودة. انت ممكن وقتها حبيت تخدم الاتوال، الاتوال والترجي هز البطولة وقتها، والترجي هز كان فما لا سياسة هز البطولة، سياسة هزتها وقتها، ما كانت وقتها بين الاتوال واسبيرونس وقتها كان هم يتهموا كيما يحبوا، حتى هما يقول لك لونفرنار هذاك ولد حومت وراه واخو ولد خالت امه، تي معناها يقولوا كلام ما خدمتش الاتوال حتى معايا في الاتوال، انا وصل لي الاتوال ما فاش خدمت الاتوال عادي يعني ما هزت حتى بطولة. نسأل فيك الاتوال مش جماعه تلعب على سقوط باش قلنا نخدموا لها بطوله تهز الاتوال بعد 10 سنين لازم تكون دوق 38 مش 24.